بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعين الكرام أينما كنتم عبر القناة السعودية الأولى، ساعة كاملة بإذن الله نقضيها معكم للحديث عن محورين مهمين، هما حدث الأسبوع الماضي السوبر السعودي وما حدث في لندن. نتحدث عن جزء مهم وهو التسويق لهذا السوبر، ماذا حصل في السوبر. الجزء الآخر من هذه الحلقة حديثنا معنا برئيس نادي الهلال عبد الرحمن النمر وعن بطولة السوبر، وكذلك الحديث عن الأمور الخاصة بنادي الهلال ومستقبل نادي الهلال. الترحيب ضيفنا من لندن عدنان حاج عمر، رئيس تحرير مجلة أرابيسك اللندنية. حياك الله عدنان. اهلا وسهلا بك اخ صالح، حياك الله. يا مرحبا. حيا الله ضيوفك الكرام كمان. يا اهلا وسهلا. بعد قليل راح ينضم معنا باذن الله في جزء مهم في الحلقه الاستاذ عبد الرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال. الان حديثنا معك انت فقط استاذ عدنان، نتحدث فيه عن تسويق السوبر. سؤالنا بشكل عام ومن ثم نتطرق الى بعض الامور المهمه التي يعني تداولها الاعلام السعودي، كيف تقييمك عدنان لنجاح السوبر من الناحية التسويقية؟ والله بالبداية يعني كانت ظاهرة جميلة جدا، وكان نجاح هناك نجاح بالتنظيم بشكل عام مع وجود بعض السلبيات، يعني لا يخلو بشكل عام وجود السلبيات، ولكن بشكل عام ممكن التقييم بأنه ناجح، تجربة جيدة، تجربة جميلة. من وجهة نظري قدمت الكثير لكرة القدم السعودية وللكرة القدم العربية، يعني رغم وجود بعض الانتقادات لهذه التجربة، ولكن بشكل عام جيدة. لو نسألك يعني قبل أن ندخل في الأمور التسويقية، وهو باختصاصكم أنتم الأمور الفنية، كيف تشوفها في هذه المباراة؟ والله أنا تابعت المباراة بشكل أو بآخر، يعني كانت الأداء الفني يعني للفريقين، يعني المباراة حملت طابع كرنفالي، طابع جماهيري، طابع احتفالي وطني أكثر من يعني الحماس اللي يعني الوجد فيها. طبعا كانت حماسية المباراة، ولكن لاحظنا شوي الأداء الفني للفريقين كان ما كانوا بالفورمة تبعيتهم اللي اعتادوا دائما يكونوا فيها النصر والهلال. ممكن تغير الأرض عليهم، ممكن إحساسهم بأن المباراة كرنفالية وجماهيرية أكثر ما يعني تنافسية، هذا الشيء اللي أدى ممكن لانخفاض الأداء الفني بعض الشيء. نعم، أنا سألتك فنيا لهدف أنه قيمة المباراة الفنية دائما أيضا ترفع الأمور التسويقية في هالمباراة مهما كان مستوى اللاعبين. يعني أتكلم عن أندية إنجليزية أو أندية أوروبية، فنيا هي في القمة بكل تأكيد، بكل حضور الجماهيري إضافة إلى الأمور التسويقية هي في القمة. توقعتوا أنه يكون في مباراة الهلال والنصر يعني أقل شيء يكون فيه تغطية للتكاليف المادية؟ والله هذا الشيء بيحدده الشركة الراعية أو الشركة المنظمة للمباراة، ولكن من وجهة نظرنا يعني يبدو أن هذه المباراة غطت التكاليف. طبعا ترددت الكثير من الأرقام هنا وهناك، لا ندري مدى صحتها. يعني على سبيل المثال تكلفة استاد الذي أقيمت عليها المباراة، استاد لوفتوس رود، يقال أن تم دفع لنادي كوينز بارك رينجرز، يقال أنه تم دفع 120 ألف جنيه استرليني. يعني هذا يعتبر رقم كبير إلى حد صحيح. ما صحيح. من ناحية تسويقية يعني ومن وجهة نظرنا كان يمكن عدم دفع هذا المبلغ، وبل على العكس تقديم عروض معينة لهذا النادي للقدوم إلى المملكة ولإقامة معسكرات تدريبية أو إقامة مباراة ودية. يعني لو تم هذا الشيء كان ممكن تعظيم الاستفادة من هذه المباراة تسويقيا أكثر، يعني ليس فقط صرف هذه المبالغ في العاصمة
بريطانيا لندن والذهاب، لا بل كنا قمنا بعملية تمديد للفوائد والمنافع التسويقية لهذه المباراة، ممكن من خلال عقود يتم إبرامها مع شركات هنا أو مع نوادي لمدة سنة أو مدة عام آخر، يعني نتائج الناحية التسويقية. طيب يعني انت قلت كلام صراحه مهم في هال، ولكن بشكل او باخر يبدو ان تفضل. طيب عشان تاخير الصوت بس خليني انا بسالك الان قبل أن ناخذ التقرير، اللي ذكرته مهم جدا وما تم، يعني انتم شركاء في يعني في ارابيسك اللندنيه مع الاتحاد السعودي والشركه التسويقيه، ليش ما عرضتوا عليهم الفكر انه بدل ما تدفع للنادي صاحب الاستاد ممكن تعوض بطريقة أخرى؟ هلا نحن كأرابيسك ميديا او كشركة أرابيسك ميديا، احنا يعني ما كنا من البداية شركاء مع الاتحاد السعودي، نحن كانت علاقتنا بصراحة كنا مع شركة صلة، شركة صلة عهدت لشركة أرابيسك ميديا طباعة المجلة، تصميم وطباعة وتوزيع المجلة الخاصة بالمباراة النهائية، طبعا هذه هي المجلة الخاصة بالمباراة، كانت مجلة خاصة بال، طيب هاي طبعا هاي هي. طيب ممتاز واضحة، تفضل يمكن شايفين المشاهدين. اي لا واضحة تفضل. تتضمن، ما بعرف اذا وصلتكم هاي، كان فيها تتضمن جدول المباراة فيها. تمام. طبعا احنا كنا شركاء معا في انتاج هذا العمل من حيث التصميم والطباعه والتوزيع في شوارع لندن لمده 10 ايام، تم التوزيع في شوارع مهمه ومن حيث تواجد العرب الاخوه العرب وحتى الانجليز في مناطق مثل يعني نايس بريدج واجوار رود وماربل ارش، الكثير من المناطق. ولكن بشكل عام لو نحن منذ البداية كنا موجودين أو تم يعني استشارتنا بحكم وجودنا في لندن ودرايتنا ومعرفتنا بطبيعة الـ يعني التفكير وآلية التفكير للشركات الإنجليزية وللنوادي الإنجليزية، كان من الممكن الكثير تقديم الاستشارات التسويقية التي من شأنها يعني خفض تكاليف إقامة المباراة هنا، وكذلك بجلب عائد تسويقي وجلب عائد مادي مستقبلي للأندية السعودية. ولكن قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله الأيام قادمة نحن جاهزون في شركة أرابيسك ميديا لتقديم كل الدعم. طيب. وتقديم كل الاستشارات لإنجاح أي تجربة سواء سعودية أو عربية. طيب عدنان خليك معنا نشاهد تقرير عن السوبر وما حدث بعد السوبر ثم نعود. منطقة سعودية. تحت هذا العنوان تحدثت صحيفة الجارديان البريطانية عن مباراة السوبر السعودي والتي احتضنتها العاصمة البريطانية لندن في ملعب لوفتس رود. According to some of the newspapers I read, especially the Guardian, I think. بالنسبة للصحف البريطانية التي قرأتها وعلى وجه التحديد الجارديان، لقد كان لمباراة الهلال والنصر رونق خاص، وكان هناك زخم جمهوري سعودي كبير لأنه موسم الصيف وهناك العديد من السعوديين في لندن، وآملوا أن تستضيف بريطانيا مثل هذه المباريات مجددا في المستقبل. وتناولت الجارديان هذا الحدث والذي انتهى بحسم الهلال للقب بهدف نظيف بشكل مفصل، داعمة إياه بالصور ومؤكدة على زخم الحضور الجماهيري السعودي والذي احتشد في ملعب كوينز بارك رينجرز لمتابعة المواجهة بين قطبي الرياض. وأشارت الصحيفة إلى الأجواء الحماسية في الملعب والتي رافقتها صرخات الجمهور المتعالية والتي وصلت إلى الذروة في الدقيقة 62 حينما سجل الهلال هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب البرازيلي إدواردو. طبعا هي فكرة جدا غريبة لكن جميلة بنفس الوقت، لاقت أصداء نانا لأن كانت المرة الأولى أنه المباراة كانت خارج المملكة، مشجعين كانوا العرب كثيرين مش فقط السعوديين كثيرين، الملعب كان مليان بالجمهور، كنا سعيدين بمشاهدة المباراة جدا جميلة كانت المباراة، حضروا فيها كثير جدا جدا كثير. وأضافت الصحيفة أنه بفضل الاتحاد السعودي لكرة القدم فإن حلم السعوديين بأن يتخطوا حدود المملكة أصبح حقيقة، وأن اختيار العاصمة البريطانية لندن هو اختيار موفق نظرا لعدد السائحين والمغتربين المتواجدين هناك.
وأخيراً ختمت الجارديان تقريرها مشيرة إلى أن فكرة تخطي هذا النوع من المباريات الوطن الأم ليس بجديد، فقد حرصت العديد من الدول الأوروبية على إقامة مباريات السوبر في الخارج. مباراة قمة سعودية جمعت قطبي الرياض بغض النظر عن مكانها، لكن كونها تخطت لأول مرة حدود المملكة لتقام في عاصمة كرة القدم في العالم لندن جعلها محط أنظار الإعلام والصحافة العالمية. للقناة السعودية دانيا أرشيد، لندن. حياك الله عدنان، نرجع معك مرة ثانية. الحديث عن السوبر من ناحية التسويقية، سؤالي متى تم تسليمكم ملف البطولة عدنان؟ أهلا وسهلا. والله كمان هي أحد السلبيات، يعني تصور يعني المباراة كان باقي حوالي إلى 16 يوم ونحن يعني لسه عم نتناقش مع شركة مع القائم مع يعني المندوبين شركة صلة على التصميم وعلى وعلى يعني اماكن التوزيع. كان باقي 16 يوم ولسه ما مصممينها، وطبعا احنا العقد اللي بيربطنا اللي كان بيننا وبينهم كان بيحكي انه 10 ايام توزيع قبل المباراه. طبعا حرقنا الوقت ووصلنا الليل بنهار حتى يتم انجاز العمل خلال 6 ايام. تم طباعه 25000 نسخه، وبالفعل تم انجاز العمل قبل 11 يوم من بدايه المباراه، وكنا موجودين من بداية اليوم يعني قبل 10 أيام موجودين في شوارع لندن وعم تم توزيع هذه المجلة الخاصة. طبعا وفي أحد موزعينا كانت وحدة فتاة يمكن تصدرت أكثر من جريدة سعودية، جريدة النادي وجريدة الرياضة يمكن أو الرياضي، تصدرت الصحف السعودية تصدرت باللباس الذي يحمل كانت شعار الناديين الهلال والنصر، وصارت هي كثير هي الفتاة مشهورة. يعني حتى هي نفسها كانت موجودة أمام استاد يوم استاد كانت عم توزع نفس المجلة، فبالتالي كل الشباب واللي جايين والصبايا والفتيات حبوا ياخذوا صورة معها إنه لأنه صارت هي مشهورة، يعني لولا أنت اللي طلعتي على الصحف السعودية. يعني طبعا هاي النقطة اللي بدي أحكي فيها إنه أحد السلبيات كان التأخير بعملية التسويق. طبعا أعزو المعنيين في هذا الشيء، أعزو إلى تأخر الموافقات من الجهات المعنية لإقامة المباراة في لندن. طبعا هذه هي كانت أحد السلبيات. يعني لو كان في وقت أكثر للتسويق كان هناك الكثير من الأفكار. يعني نحن شفنا أيضا هناك تم استئجار، أو طبعا هنا في لندن يوجد تكاسي لندن بلاك كاب، التكاسي السوداء في لندن، يعني تم استئجار فقط 25 تاكسي للإعلان عليه. طبعا هو عدد بسيط جدا، كان من الممكن يعني إقامة حملات إعلانية من خلال الباصات الحمراء التي تتميز بها العاصمة لندن. ويعني لدينا عروض كثيرة من شركات كان يمكن بمبالغ ليست كبيرة جدا أن نقيم حملات إعلانية وإعلامية أكبر للتسويق لهذه المباراة. بصراحة التسويق كان هنا في لندن لم يكن يعني بهذا الحجم الكبير، ولكن والحمد لله رغم ذلك كانت المباراة ناجحة بشكل عام بكل المقاييس، مع وجود بعض السلبيات يعني التي من الممكن ومن البساطة تداركها في السنوات القادمة. يعني البعض يقول انه ما شاف الا تاكسي واحد اللي عليه إعلان، يعني مش صحيح انه 25 تاكسي. تماما. انا نفس الشيء صار معي لما قالوا لي انه في تكاسي بلندن، وبالفعل يعني الفريق الميديا تبع شركه ارابيسك ميديا تواجدوا بالشوارع لا ياخذوا التقاط صور، لانه بالفعل نحن احتجنا صوره بدنا نحط على الغلاف الخلفي للمجله، حبينا نحط صورة هذا التاكسي. وبالفعل يومين نحن كنا موجودين بشوارع لندن بصعوبة حتى تم التقاط هذه الصورة. طبعا السبب بهذا الشيء أنه 25 تاكسي من ضمن حوالي 10,000 تاكسي في لندن، يعني من الصعب أنك أن تجد يعني هذه التكاسي. ولكن بالفعل أنا شاهدت أكثر من مرة تكاسي عليها إعلان المباراة، وكانت علامة فارقة وجميلة ومميزة جدا. بكل تأكيد الملعب يقولون هو الأسوأ في لندن عدنان. آه
هو تماما. انا حبيت كثير اعلق على هذه النقطه. في كثير ناس انتقدوا موضوع الملعب، ولكن من الناحيه العمليه ومن الناحيه التسويقيه من وجهه نظري هو الاختيار الافضل كان الملعب لعدة أسباب. أول شيء سعة الملعب، سعة الملعب بسعة 19,000 متفرج. نحن شاهدنا أنه كان الملعب ممتلأ بحوالي 12-13,000 متفرج، يعني هذا الشيء أدى إلى ظهور الملعب بشكل جيد إلى حد ما بسبب صغر حجمه بشكل أو بآخر. بينما لو أخذين استاد مثلا الويمبلي أو استاد تشيلسي كان راح يكون شكل المباراة إلى حد ما يعني ما راح يكون بهذا الشكل الحلو. هاي واحد. اثنين، مكان الملعب. الملعب موجود في لندن في منطقة وايت سيتي أو شيفرز بوش، وهي منطقة يعني قريبة من المناطق التي يتواجد فيها الجماهير العربية، يعني بشكل أو بآخر تعتبر منطقة إلى حد ما عربية، إضافة إلى قربه من مول ومن يعني مجمع تجاري مهم جدا يدعى الويستفيلد، ومعظم العرب والسياح الخليجيين والسعوديين يأتون إلى الويستفيلد. يعني حتى بالنسبة للمواصلات بالنسبة للجماهير كانت المواصلات ميسرة. من وجهة نظري كان اختيار الملعب جيد، يعني هذا وجهة نظر شخصية، ولكن البعض تم انتقاد يمكن هو كموقع، ولكن أنا اعتراضي على المبلغ الذي دفع إلى كمدرجات كان في أعمدة الجمهور مو كان قادر يشوف، يعني هذه كانت من الملاحظات. عموما احنا عندنا أيضا تقرير آخر عن الجماهير اللي حاضر السوبر، ثم نعود. تحول إلى حقيقة، ولأول مرة تخطى السوبر السعودي حدود المملكة بعد أن حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل واختار عاصمة الضباب لندن لتكون معقل نهائي السوبر السعودي. هي كانت خطوة جدا إيجابية في نشر الكرة السعودية في مهد كرة القدم اللي هي البريطانية خاصة إنجلترا، فكانت حتى يعني كانت فيها مساحة حلوة الحضور العائلي اللي اكتفوا بالمشاهدة بالسعودية عبر التلفاز، فكانت فكرة جدا ممتازة وجيدة. حيث التقى الغريمان التقليديان في مواجهة فريدة من نوعها مرتدية حلة بريطانية، هذه المرة انتهت بفوز الهلال بهدف وحيد أحرزه البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 62. أفضل لاعب على مستوى الفريقين أعتقد أنه كان حارس نادي الهلال خالد الشراحيلي. أفضل لاعب في المباراة كان، والله كانوا كلهم يعني أدوا كويس، ولكن أنا من ناحيتي كمشجع هلالي محمد الشلهوب كان جدا رائع في أفضل لاعب كان جحفلي، هذا ما يحتاج نقول عنه، جحفلي كان في لندن وكان في جدة وأفضل لاعب. وبذلك خطف الهلال لقب السوبر السعودي ولأول مرة في تاريخه على ملعب لوفتس رود التابع للنادي الإنجليزي كوينز بارك رينجرز. والله تجربة كانت جدا رائعة والتنظيم يشكر عليه. لا شك أن لعيبة يبرزون زي اللعيبة صغار بريك وغيره من لعيبة الهلالية بيبرزون وقد يأخذونهم أندية إنجليزية. على الرغم من عشرات اللقاءات والمواجهات الحماسية التي جمعت الهلال والنصر في تاريخ الكرة السعودية والتي أججت روح المنافسة بين مشجعي الفريقين، إلى أن هذه المرة كانت مختلفة، فكان أول لقاء لهما في السوبر بنكهة بريطانية خالصة. قناة السعودية، دانيا أرشيد، لندن. بكم متابعين الكرام، مستمر معكم الحديث عن التسويق في سوبر لندن إعلاميا وإعلانيا. عدنان حاج عمر رئيس تحرير مجلة أرابيسك اللندنية وضيفنا من لندن. عدنان، بشكل عام أنا بصراحة أشوف التقرير وأشوف فيه رضا، لما أتكلم مع ناس آخرين أشوف أنه فيه استياء كبير. أنت كيف تقيمها كتجربة؟ خلينا نتكلم من ناحية التسويقية، هل كان في نجاح؟ هل فعلا في مردود مادي يستحق انه يقام السوبر السنة القادمة في دولة ايضا يعني ممكن نقول اوروبية؟
تمام. هلا نحن بالبدايه بدنا نحدد النقطه اللي هي كان في انقسام بالشارع السعودي وبالقي يعني وبالاتحاد السعودي نفسه بين مؤيد وبين معارض لاقامه هذه المباراه. هذا الشد والتجاذب بين الاطراف يعني داخل يعني الاوساط الرياضيه السعوديه هي اللي عكست تسليط الضوء اكثر على السلبيات، ولكن لو كان هناك رضا من يعني على اقامه المباراه منذ البدايه في لندن كنا سوف لن نرى هذا التسليط الضوء على كل تلك السلبيات. ولكن بشكل عام ليس كل شيء يقاس من الناحية المادية بالمردود المادي يعني للحكم على مدى نجاح التجربة أو فشلها، ولكن المملكة العربية السعودية أو كرة القدم في المملكة العربية السعودية هي كرة قدم عريقة لها مكانة بين الدول العربية، فكان لزاما عليها من وجهة نظري والخطوة التي قامت بها أن تقوم بشيء متميز ومنفرد عن باقي الدول العربية. يعني اليوم المملكة العربية السعودية هي أكثر الدول العربية مشاركة في كأس العالم، فبالتالي يعني إقامتها هكذا مباراة و يعني هكذا خطوة في هكذا عاصمة، هذا ناحية إيجابية تحسب لكرة القدم السعودية. وبكل صراحة كان هناك يعني جدا تفاعل حتى من الأوساط الإنجليزية هنا في لندن. يعني أنا شخصيا شاهدت الكثير من الجماهير الإنجليزية كانت متواجدة خارج الاستاد بانتظار الدخول إلى وحضور هذه المباراة. يعني فبالتالي المباراة بشكل أو بآخر حققت يعني مردود سواء مادي، لا أدري ماديا، يعني أخبرتك عن موضوع المبلغ الذي دفع إلى النادي، طبعا هذا أحد اعتراضاتي الشخصية يعني أو من وجهة نظري الشخصية. المبلغ كبير جدا، 100,000 جنيه استرليني أو 120، مبلغ كبير، ولكن المباراة بشكل أو بآخر حققت مردود تسويقي، وأي خطوة لا يعني لا يظهر نتائجها الإيجابية بسرعة وبيوم أو بليلة، ولكن بشكل أو بآخر المباراة سوف أو هذه إقامة النهائي هنا في لندن سوف يحصد مع في المستقبل القريب نتائج إيجابية. نعم، كم الدخل لهذه المباراة من جميع النواحي عدنان؟ والله هلا يعني كان هو موضوع بيع البطاقات، كان تم شراء كميه معينه من البطاقات من شركه اس تي سي اللي هي الراعيه. تقريبا اشترت المنصه كامله اللي هي شركه اس تي سي وشركه صلاح. تذاكر تقصد المباراه ولا وش بطاقات ايش مقصود فيها؟ تعيد السؤال بس. أقصد البطاقات اللي هي تقصد فيها تذاكر ولا إيش؟ مش مفهومة عندي أنا بصراحة. التذاكر طبعا تذاكر المباراة، هذا ما أقصده. تذاكر المباراة تم يعني الحصول عليها من شركة اس تي سي وشركة صلا، وتم عرض للبيع فقط الأقسام التي هي خلف المرميين، وكان هناك يعني بعض عدم الرضا من الجمهور. يعني في العشرة أيام الأخيرة لم يكن متوفرا سوى المناطق الخلفية للمرميين. لا ندري أين هي كانت البطاقات، سواء البطاقات المنصة أو الجهة المقابلة للمنصة. كان هناك تساؤل كبير، أين هي البطاقات، ما هي الطريقة التي وزعت بها. يعني ولكن والحمد لله بالنهاية وجدنا أن المنصة والجهة المقابلة للمنصة كانت مليئة بشكل كامل. يعني عدنان تتكلم عن اشياء صراحه يعني خفايا ما احنا عارفينها. يعني تتكلم عن والله انه دفع مبلغ للنادي المفترض انه ما يدفع لو كان في ذكاء في هالموضوع هذا. ايضا موضوع البطاقه التذاكر اللي تقصدها انه يعني كانت مختفيه الى حد ما وتفاجات انه في امور كثيره. يعني في 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 شيء صاير احنا ما احنا عارفينه ولا ايش؟ لا انت هلا يعني انت عم بتورطني يا استاذ صالح، انت عم بتورطني مع الاتحاد السعودي وشركة صلة. لا بالعكس، التنظيم كان رائع وكله جيد. كل شيء تمام. ها طيب، خلينا نطلعك من الموضوع هذا.
طبعا احيانا لا بس طبعا احنا هيك كنا نسمع موضوع النادي موضوع لا لا بالفعل احنا موضوع الاستاد يجب الوقوف عنده والتاكد من المبلغ الذي دفع للاستاد، لانه هون بدي انا يعني بدي أشير إلى نقطة. عندما أي أحد يريد التفاوض مع شركات إنجليزية عندما يأتي من الخارج سوف لن يأخذ السعر يعني الذي ممكن أن يأخذه لو شركة بريطانية مقيمة هنا، يعني مثل لو صحيح. شركة بريطانية راحت على السعودية صحيح. أولاد البلد مثل ما بيقولوا أهل مكة أدرى بشعابها صحيح. فكان ممكن. طيب السؤال وأبغى إجابة سريعة لو سمحت، أنتوا دعيتوا السيد فيرغسون ومورينهو لحضور المباراة؟ والله نحن ما من جهتنا نحن كشركة أرابيسك ميديا ما كان عندنا يعني هذه الصلاحيات أو هي الأكسس على هذا الموضوع. ما بعرف هذا الموضوع كان عن شركة صلة، ما بعرف شو تم بهذا الموضوع. طبعا الموضوع هون ببريطانيا كتير منظم، ما بظن حتى لو شركة صلة وجهت الدعوة بشكل مباشر لمورينيو ما بتصير هيك الامور. في شركات علاقات عامه وشركات يعني كوميونيكيشنز هي اللي بتتواصل، هي اللي بتلاقي هيك مواضيع، او ممكن الشركه الشركات علاقات عامه هي بتتواصل مع نادي تشيلسي، وعن نادي عن طريق نادي تشيلسي بيتم توجيه دعوه لمدرب تشيلسي او لاي مدرب اخر. يعني شغله طويله. يعني عموما احنا شاكرين، ما بعرف شو الخطوات اللي تمت من قبل شركه صلة بهذا المجال. عموما احنا شاكرين لك حضورك معنا من لندن السيد عدنان حاج عمر رئيس تحرير مجلة أرابيسك اللندنية، شكرا لك. شكرا لك. شكرا متابعينا الكرام، كان ضيفنا من لندن، شكرا له على حضوره، كان حديثنا عن التسويق في سوبر لندن. الجزء الآخر من حلقتنا نص ساعة كاملة بإذن الله مع نائب رئيس نادي الهلال عبد الرحمن النمر، تقرير عن البطل ثم نعود. يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم، يا هلال تحكي عنك أجيال أجيال، عشق انت نعمة من سنين الطفولة، يبقى الهلال يذوب في كل الأحوال من مستوى ذوقه. ظفر الهلال ببطولة السوبر لأنه كان مهيئا لفعل ذلك تماما إداريا وفنيا وعناصريا، ونعلم أن طموحه لم يتوقف عند الفوز لأن في الأفق استحقاقات كثيرة وهو يريد حسمها في منظومة الهلال، فقد كان للإدارة دور فاعل فلم يقتصر عملها على المراقبة من بعيد بل كانت حاضرة الفعالية من الداخل، ونخص هنا رئيس مجلس الإدارة الأمير نواف بن سعد ومجلس إدارته الذين ما زالوا يعملون لأجل إنجازات هلالية مقبلة. كانت مواجهة السوبر تكريما رائعا لأولئك الذين فرضوا أفضليتهم على منافسهم النصر خلال المباراة، تكريم بقيمة الإنجاز والعمل والأفضليات التي جعلت من الهلال على منصة الشرف في لندن، ليحق لنا هنا أن نشيد بالهلال والإنجاز الذي حققه، لا سيما وأنه قد تم على حساب الفريق النصراوي العتيد الذي حضر وهو يحمل لقب الدوري. الهلال بتتويجه رسميا بلقب سعودي يجري لأول مرة خارج الوطن وتحديدا في أوروبا، يكون قد حاز على كل الأفضليات والأولويات، وكأنه مستمر بسرد قصة جميلة لم تكن وحي خيال بل إنها حقيقة أجاد القيام بأدوارها أولئك المعنيون بنبذ أسطورة المستحيلات ورفض واقع المتخيلين أن لا صعوبة أمام من هو في موقع الأفضل أن يقف من جديد ليثبت أنه المعني بالبطولات الجديدة. لن نطيل في حديث الهلال لأنه قد تعود أن يكون دائما معني بأحاديث البطولات التي تخص الإنجاز والظفر، لتكون عبارات الثناء والمديح التي دائما ما ترافق الإنجاز متواضعة تجاهها، لا سيما وأنه ذلك العملاق الذي جعل استمرارية التفوق ضمن منظومة العمل الطبيعي. فلا جديد، فقد فاز من استحق الفوز في منظومة الهلال،
أعجبت الإشارة أنه كيان تجاوز كونه ناديا لكرة القدم أو حتى مجرد رياضيا اجتماعي، فهو عمل اجتماعي كبير يتعلق بإحداثه حشود وجماعات ارتبطت بشعبية كبيرة انطلقت من مسببات عدة، أهمها أنه انطلق في بداية تأسيسه من الاهتمام الكبير الذي لقيه من قامات اجتماعية سجلت أسماءها كمنتمية له شرفيا وعمليا، أيضا خلال مبادرته في الدخول في خضم التنافس القوي حتى بات ركنا صعبا ومهما في منظومة الكرة الآسيوية. اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، اهلا بكم الجزء الاخر من الحلقه، حديثنا عن بطل كاس السوبر الهلال السعودي. في هذه اللحظات ينضم معنا المهندس عبد الرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال. حياك الله ابو يزيد. حياك الله، مساكم الله بالخير، ومسا عليك وعلى المشاهدين الكرام. يا مرحبا، شكرا لحضورك، شكرا انك خصيت القناه السعوديه الاولى في هذا الحضور في هذا الحديث وايضا حضور الكاس الغالي. والله اولا هذه قناه المملكة العربية السعودية، القناة الأولى للمملكة العربية السعودية، فهذا واجب علينا حقيقة دعم هذه القناة، ولو أنه جميع القنوات عزيزة علينا وعلى رأسي من فوق يعني كل القنوات، لكن أنا حقيقة عاهدت نفسي ويمكن كثير من زملائنا أن نقتصر ظهورنا الإعلامي إلى في أضيق الحدود ونركز في العمل الميداني والتركيز على الوقوف جانب الفريق في كل المواقف. بالنسبة للكأس هذا هو بين يديكم وكأسكم، ما يحتاج كأس الجميع. كأس غالي ولا لا أبو يزيد؟ والله طبيعي بالنسبة لنا طبعا أي بطولة نحققها أي كأس نحققها فهو رقم يضاف للأرقام الموجودة المليئة بها دواليبنا ولله الحمد، لكن هذا يعني إن بغيتني أسهب شوي وش المكتسبات ولا تحطها بفقرة ثانية يعني أحيان. لا خلينا ندرس شوي معك. هو طبعا غالي، أكيد غالي لأنه جاء في بداية فترة رئاسة ومن فريق منافس وفي بداية موسم. ف حلو ويزيد، جمهور الهلال يقول ملينا من كثرة الكوس، حتى في كاركترات طالعة يقول يا أخي ما له مكان عندنا في النادي. والله صعب ما نمل أبد، بالعكس احنا لما يعني غاب الفريق حقيقة يمكن سنة ونص عن البطولات، بالعكس كان فيه نقد لاذع من الجماهير الهلالية وكان فيه ضغوط كبيرة من محبين الفريق الهلالي انه الهلال غاب كثير عن البطولات، ولذلك لما عدنا امام شقيقنا نادي النصر في كاس الملك وكاس خادم الحرمين وحققنا البطوله قالوا عاد الهلال للبطوله. فاذا كان الغياب سنه ونص يعتبر غياب فاعتقد اننا محظوظين جدا يعني. يعني كان نهايه الموسم بطوله مهمه امام المنافس بطوله كاس الملك، ايضا تفتتحون الموسم بكاس مهم ايضا امام المنافس، لها طعم آخر بكل تأكيد. والله زي ما نتكلم عن المنافسين بشكل هو عام. شوف يعني طبيعي يعني ديربي الهلال والنصر في أي مناسبة وفي أي مكان وأي زمان وتحت أي ظرف له طعم خاص وله يعني رونق الحقيقة، سواء من جانبنا ومن جانب أشقائنا في نادي النصر. فطبيعي أنت لما تكسب منافسك بتفرح، تكسب وتأخذ كأس برضو حتفرح أكثر، لكن يعني طبعا غالي علينا اكيد. نعم مهندس عبد الرحمن النمر، انت سابقا كنت في اداره نادي الهلال، حاليا عدت ايضا لاداره نادي الهلال، ايش ممكن واحد يقدم بعد عوده والهلال اصبح يبحث عن اشياء كثيره مهمه، اصبح عوده المنافسين شكلت ثقل كبير للهلال، اصبح الهلال احيانا يخرج من الموسم ايضا بدون بطوله. والله انا مع احترامي يعني الشديد حقيقه للفرق المنافسه الاخرى
كلهم لهم مني كل التقدير وكل المعزة ولهم حق زي ما للهلال حق أنه ينافس وجماهيره تطالبه، للفرق الأخرى الحق أنها تنافس والجماهير الحق أنها تطالب بتحقيق البطولة. لكن أعتقد أن غياب الهلال في الفترات السابقة يعني نتيجة انخفاض مستوى الهلال فقط يعني، لكن لو الهلال كان في فورمة الحقيقية ما أعتقد أن أي فريق من فرق ينافس فريق الهلال. انخفاض المستوى يعني خلينا ندخل في الأمور الفنية، أنت متابع أنا متأكد في الجزء طبعاً. هذا حتى بعد ابتعادك عن الإدارة، إيش سبب الغياب؟ يعني أنا يعني أيضا كإعلامي متابع المسيرة الهلال من فترة طويلة، نشوف في أسماء للأمانة يعني تستغرب أن أحيانا يخسر الهلال في نهائي خروجه من في كأس آسيا. يعني في فترة من فترات صراحة الهلال كان في عز مستوياته وفي عز يعني وجود قوة ضاربة في على مستوى اللاعبين الأجانب، حتى على مستوى اللاعبين المحليين في عز مستوياتهم في حضور فني قوي، ولكن يفاجئ الجمهور الهلالي بخروج الهلال سواء من بطولة لو نتكلم عن الآسيوية أو أيضا بعض البطولات المحلية. يعني خلنا نتكلم في الموسم القريب، الموسم الماضي مثلا على سبيل المثال، الهلال بدأ الموسم بداية قوية جدا وكان فريق يعني مركز وكان حصد كثير من النقاط، يمكن كان متصدر أو يلي المتصدر إلى أن حصلت الخسارة من في البطولة الآسيوية، وطبيعي جدا يعني الكل شاهد تبعيات الخسارة. يعني الفريق قدم مستويات مميزة سواء في أستراليا أو سواء في الرياض، وكان أجدر بالفوز لولا يعني الأخطاء التحكيمية الفادحة اللي حقيقة يعني ما أعتقد أنه كان بإمكان أي فريق أن يتجاوز هذه الأخطاء. يعني فمن الصعوبة جدا أنك تكسب أمام فريق يعني حتى وإن كان بسيط بس في ظل هذا التحكيم السيء. فبعد طبعا الخسارة في مباراة الآسيوية بطولة آسيوية يعني كان بالإمكان أنه الفريق يستعيد، وفعلا استعاد مستواه تدريجيا يعني في بعض فترات الموسم. نعم. ولكن قد يكون يعني عدم توفيق المدرب، يعني اعتقد انا اعزيها حقيقه للجهاز الفني في الفريق الموسم الماضي انه لم يكن موفق مع الهلال، يعني هذا احد عوامل الاسباب الرئيسيه يعني. طيب. احد الاسباب الرئيسيه في انخفاض مستوى الموسم الماضي. طيب انا بعود معك بشكل تدريجي من اخر ما كان فيه الهلال في كاس السوبر، كان الحديث مشبع اعلاميا، فيه البعض رافض الفكره، فيه بعض المؤيد الفكره، لكن انا اتكلم عن المباراه وعن الهلال وعن تقييمك لهذه المباراه واقامتها في لندن. انا بتكلم برضو في الشق اللي يخصنا يعني حقيقه، لانه الاطراف الاخرى المعنيه بالموضوع هي من يعني هي الجهه التشريعيه في هالامور. احنا في نادي الهلال طبعا كان يهمنا وكنا مركزين جدا على الزمان أكثر من المكان حقيقة في إقامة مباراة السوبر. طرح خيار أنها تقام في دبي في أواخر السنة الميلادية، فهذا طبعا هذا الكلام قبل يعني قبل إقرارها في لندن. كان أحد الخيارات والطرح اللي تم تداوله يعني عرض عليكم رسمي أبو يزيد يعني بالتشاور. نعم. جميل. أنه تقام في نهاية السنة الميلادية في دبي أو في أحد دول الخليج مثلا نهاية السنة الميلادية بحيث أن يكون. نعم. في نص الموسم. أيها. طبعا هذا رفضناه رفض قاطع بدون دخول في أي تفاصيل. ليش؟ لأنه أولا مباراة السوبر، فالجهاز الفني عندنا لما وضع خطة إعداد الموسم وضع أربع مباريات تجريبية ووضع كاس السوبر أو مباراة السوبر هي المباراة الختامية التجريبية تعتبر، وليست لكن استعدادية الموسم. فكان يهم الجهاز الفني حقيقة أنه يلعب مباراة قوية في بداية مستهلة بطولة الدوري والبطولة الآسيوية بالطبع. فلما طرح زي ما قلت لك الموعد في أواخر السنة الميلادية فهذا يتنافى مع ترتيبات الجهاز الفني فرفض تماما. فلما أعيد طرح أنه يقام في نفس الموعد ولكن في لندن، تم التشاور مع الجهاز الفني بهذا الجانب، وتعرف كان عندنا معسكر في النمسا وكان مقرر انه المعسكر ينتهي في 5 اغسطس. طبعا الجهاز الفني رحب بالفكره بحكم انه الاجواء يعني نوعا ما متقاربه بين لندن وبين النمسا، وكان مده المعسكر 16 يوم تنتهي في 5 اغسطس، فرحب الجهاز الفني في مد فتره المعسكر ومده اسبوع 5 ايام منها في النمسا ويومين في لندن قبل المباراه.
فلما لقينا طبعا في اجماع يعني تأييد من الجهاز الفني وهو صاحب الشأن حقيقة في تجهيز الفريق وإعداد الفريق فلم نمانع. أنس الأمور المادية كانت يعني هل كانت مغرية؟ لا لا, لا لا ترى يعني الحقيقة ما كان هناك يعني إلى الآن يعني تفاصيل دقيقة وش لنا وش علينا وكذا. هي كان الهدف وتعرف هذه مو بحقوقنا, حقوق الاتحاد السعودي يعني مباراة الحقوق مبلغ من نعم لنا مبلغ لكن ما كان لا هدفنا ولا هدف الاتحاد السعودي أعتقد بالنسبة لنا ولا احنا كل اللي همنا كان هو الأنسب من حيث الوقت ومن حيث الإعداد الفني للفريق, هذا اللي ركزنا عليه في الجمهور كان عتبان يقول احنا يعني احنا هنا في السعودية من تصير مباراة الهلال أو النصر نحرص ان نحضر المباراه, حين تلقاهم من الظهر ومتواجدين في الملعب, فيعني كان في عتب انه ليش وافقوا ادارات الانديه ان تقام بعيد عن جماهيرهم. والله شوف اذا مساله مباراتنا والنصر فان شاء الله موعودين بمباريات كثيره لا تستعجلون. طبعا الهلال والنصر يتقابلون كثير في كل موسم, ويعني اذا حصل فرصه ثانيه وتقابل فالفرصه متاحه للجميع, لكن أنا لست من يحدد ولست من يقرر أو يقيم حقيقة إقامة المباراة, لكن تكلمت عن ما يخصنا من توافقها من حيث المكان ومن حيث الاستعداد الفني. كانت مناسبة جدا بالنسبة لكم كإدارة هلالية على المستوى الإداري والفني برضه. والله أنا طبعا ما أقدر أعيش الوضع اللي سكنوا عليه الجماهير هنا أو المتابعين هنا, لأن أنا كنت في وسط الحدث في لندن. أنا أتكلم لك عن يعني الوهج وهج الحقيقة الإعلامي, وهج الجماهيري في 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 لندن متابعة أو تغطية هذه المباراة حقيقة كان مميز في المباراة, يعني كان هناك وهج جماهيري يعني حضور جيد, كان في تفاعل جماهيري جميل في أثناء المباراة, كان في تقارب جدا بين إدارة الهلال والنصر وإدارة النصر, لاعبي الهلال ولاعبي النصر بحكم يعني حتى طبيعة يعني في أشياء كثيرة إنه البنش الفريقين متلاصق تقريبا, يعني عشنا أحداث مختلفة شوي حقيقة. التغطية الإعلامية كانت مميزة جدا, تمرين الفريقين على نفس الملعب في تداخل يعني بين الفريقين صحيح, يعني أجواء حقيقة مختلفة ممتاز. أنت إذا معها 100% لأن كانت تناسب الزمان والمكان. أنا أقول من ناحية أنا كان يهمني الزمان أكثر الزمان. من المكان ممتاز. الزمان ورأي الجهاز الفني. طيب ممتاز. ننتقل للموضوع آخر, نتحدث عن الجهاز الإداري. تحدث عن رئيس نادي الهلال الأمير نوف بن سعد اللي مبارك له بكل تأكيد البطولة, ونشكره أنه برضه جاوب معنا في البرنامج مع رئيس التحرير زميل فهد المطيري. عودة الأمير نوف بن سعد بعد غيبة يعني للهلال, عودة عبد الرحمن النمر, يعني فيه مجموعة تشكيلة جميلة جدا من محبين الهلال اللي مش جدد على الهلال. من الناحية الإدارية أنت تشوف موضوع الأمور الاستقرارية بشكل كبير في النادي الآن, خصوصا مع عودة الأمير نواف بن سعد. أولا الأمير نواف طبعا قامة رياضية نفتخر بوجودها في الوسط الرياضي حقيقة, ولا أقول هالكلام يعني مجاملة بحكم أنه رئيسي أو رئيس النادي اللي أعشقه, ولا لأنه صديقي. الأمير نواف تربطني بصداقة قوية ومعرفة قوية. الأمير نواف تعرف هو خدم المنتخبات السنية في المملكة العربية السعودية لفترة طويلة واكتسب خبرات كبيرة. الحمد لله على الأمير نواف شخصية محبوبة من الجميع. أنا أكاد يعني أقول أنه في إجماع من الجميع سواء محبي الهلال أو محبي الفرق الأخرى, أو يعني كسب احترام الجميع وكسب رضا الجميع, وهناك إجماع على شخصية الأمير نواف بن سعد. لما تقول رجع الأمير نواف بن سعد ورجع عبد الرحمن النمر, حقيقة ما كنا يعني بعيدين ولا كنا غايبين في الهلال حقيقة, لا تعنينا المناصب كثير. فالأمير نواف كان يعني ما كان أحد يحسبكم أبو يزيد, لا أنت ولا نواف بن سعد يعني, ولا كنتم أصحاب قرار في النهاية. لا 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 طبعا طبعا, ويستحيل أن نكون أصحاب قرار وإحنا لسنا بالقائمة الرئيسية في إدارة الفريق بالطبيعة. الآن الله يعينك نقول, لكن هو طبيعي إحنا تحملنا حمل كبير لا شك صحيح, لكن دائما حقيقة الهلاليين يخدمون من كل المواقع ولا يتقيدون بالمناصب. يعني أنا وغيري وكثير, والآن معنا بعض الزملاء اللي كانوا في إدارة سابقة صحيح, ورؤساء شهادة في لندن وضر سمو الأمير عبد الرحمن سعد, صاحب سمو الأمير محمد بن فيصل, الأمير أحمد بن سلمان, كثير من أعضاء الشرف. هذول ما لهم مناصب رسمية, هم كلها مناصب شرفية ومناصب عشق صحيح للكيان صحيح. طيب لما تكلم عن الأمير نواف بن سعد وأنت كنائب رئيس نادي وأيضا الطاقم الإداري الموجود وأعضاء مجلس الإدارة,
نتحدث عن جزء مهم، الأمور المادية في النادي. أصبحت الآن الأندية عليها كاهل كبير جدا من الأمور المادية، يعني نحمد الله في وجود رعاة بأمانة في الأندية السعودية تدفع مبالغ ليست بالسهلة بكل تأكيد، مع احترامنا للدعم رعاية الشباب ليست بالمبالغ الضخمة. يعني الآن الهلال حسب قراءتنا لبعض الأمور أنه الأمير نواف بن سعد بدأ يعتمد على من يدفع ماديا بشكل أكبر، هل أنت فعلا تشوفها من هالناحية هذه؟ نتكلم عن مثلا أعضاء مجلس إدارة وأعضاء شرف. والله شوف، لا شك طبعا أن الأعباء المادية وليس الهلال فقط، أنا متأكد أن جميع الأندية يعني تعاني من الأعباء المادية المتزايدة حقيقة، وأنا متأكد أن كل سنة ميزانيات الأندية تزيد أكثر فأكثر، لكن الحمد لله رب العالمين احنا وفقنا في الهلال بشيء أهم حقيقة، من مع احترامي وإجلالي وتقديري لأعضاء الشرف ومحبي النادي القريبين، احنا وفقنا كثيرا الحمد لله بهذا الكم الهائل من الجماهير. الجماهير هي الوقود الحقيقي لزعامة هذا الكيان. صحيح. فوجود هذه الجماهير جلب لنا حقيقة زي عقود الرعاية اللي تكلمت عنها أنت والمداخل الجديدة، لو لم يكن للهلال مشجعين ومحبين بهذا الكم الهائل لما كنا الأول، وبمسافات وأكررها بمسافات كبيرة عن بقية الفرق في الإيرادات المادية من حيث الرعاية. طبعا حقوق الرعاية أو الدخل اللي اكتسبناها أو اكتسبه من حقوق الرعاية لا يكفي، ولكن وقفة أعضاء الشرف بدون تحديد حقيقة وقفات أبطال، وقفات رجال، وقفات عشاق لهذا الكيان. فما من وقت نمر بضائقة في الهلال مادية إلا أن تجد الكل يتسابق لحل هذه الضائقة، ولكن والله لو أن الوقت يسمح وأنه كثير منهم يسمح لي حقيقة بطرح أسمائهم أني لا أسطر لهم، يعني حقيقة تتعب يا أبو، لا أتعب وبأسطر لهم والله كثير من كلمات و أسطر الشكر لهم. طيب. فإحنا الحمد لله حظيظين برجال شرف وأعضاء شرف أوفياء ومقتدرين ومحبين وعاشقين هذا الكيان. كم هائل وكبير جدا من الجماهير العاشقة والتي جلبت الرعاة وهم الوقود الحقيقي، المحبين والمخلصين الحقيقة من الإداريين وخبرات الفنية والإدارية التي تتعاون بعيد عن مناصب. جميل. أيضا نتحدث عن جزء مهم في الإدارة الهلالية هو الانضباط الفني والإداري، البصمة يبدو لي أبو يزيد، يعني وش الرسائل اللي حاب توجهها إدارة الهلال؟ والله شوف طبعا مباراتنا الافتتاحية الموسم اللي يمكن مباراة السوبر، نعم، أنا أعتقد أننا قدمنا مستوى مميز ولله الحمد، وهذا المستوى عكس أشياء كثيرة. نعم. يعني أنا في أول لقاء لنا بعد عودتنا من لندن اجتمعت باللاعبين وركزت على جزئية مهمة جدا، وقلت البطولة ما هي غريبة علينا، وقبل شهرين ما أخذنا بطولة ولله الحمد، والفوز معتاد إن لم يكن في الغالبية في الغلبة لنا في غالب اللقاءات مع الفريق المنافس، لكن اللي لفت النظر وأبهر الجميع حقيقة وقلت لجميع اللاعبين يعني هو انضباطكم وحرصكم المميز في معسكر إعدادي الفريق، وهذا انعكس على الأداء. قليل جدا ما تجد الفريق في أول مباراة افتتاحية في الموسم أن يقدم هذا العطاء. هذا العطاء ما جل بجهد وبعمل جبار من الأجهزة الإدارية المشاركة في المعسكر الإعدادي، الأجهزة الفنية، انضباط وحرص زملائي وأبنائي وأصدقائي لاعبين الفريق. فهذا هو الذي حقيقة فأفرحنا كثير جدا في هذه المباراة، أن أنت تبدأ بفريق بهذا الانضباط يعكسه بمستوى فني مميز ويتوج ببطولة ويبدأ موسم بمعنويات عالية وبجاهزية عالية فنية عالية، فهذا هو حقيقة ما أفرحنا كثير. طيب نرجع معك للمباراة الأولى، قبلها كان في المعسكر استقطابات بعض اللاعبين، لما نتحدث عن يعني المعسكر يتضح من خلال أول مباراة ممكن تشوف الترتيب التنظيم الفريق اللياقة، الهلال تفوق يعني وكان تفوق واضح للأمانة على المستوى الفني، أيضا على المستوى اللياقي كان ما شاء الله تبارك الله يعني خدم الفريق بشكل كبير. كيف كان الإعداد؟ إيش اللي تميز؟ مع أنه يعني حسب المعلومات اللي عندنا أنه ما كان في حضور على مستوى أعضاء مجلس الإدارة في المعسكر، إضافة إلى يشتكون بعض اللاعبين أنه التمارين في الصباح وفي المساء كانت.
أبدأ من حيث انتهيت، أنه الحضور حضور رئيس اسمه رئيس النادي للمعسكر أو حضور نائب الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة، أنا ما أعتقد أنها بالأهمية بمكان، طالما أن عندك رجال تقدر المسؤولية صح. وعندنا جهاز إداري بقيادة الكابتن الأستاذ فهد مفرج وزملاء الإداريين، فإحنا اتفقنا حقيقة أن إحنا حتى لو حضرنا للمعسكر أن نحضر يوم أو يومين للمشاهدة والاستمتاع حقيقة وحضور الشرفي فقط، أما الأعباء فهي هذا ما يميز حقيقة لها رجال، إحنا منقسمين العمل حقيقة، فكل من يؤدي أدواره، فتجد أن الجهاز الإداري في الفريق قام بأدواره بأكمل وجه، والجهاز الفني في المعسكر الإداري قام بأدواره بأكمل وجه، واللاعبين أيضا الرجال اللاعبين حقيقة قاموا بأدوارهم وانضباطيتهم وحرصهم وتعاونهم مع بعضهم وتعاونهم مع الجهاز الفني بأكمل وجه، وهذا انعكس. فإذا وش المقصود أو وش المطلوب من حضور رئيس النادي أو نائب الرئيس أو أعضاء الشرف؟ المقصود به هو أنك تطلع بأحسن مكتسبات من معسكر. إحنا حققنا ما نريد وحسب ما خطط له. جميل، سياسة ممتازة ونهنيكم عليها في الهلال. بس كيف وصل الموضوع انه ما شاء الله يعني اللياقه، ايش اللي شفتوه انتم كاعضاء شرف او التقارير اللي توصلكم عن المعسكر؟ والله طبعا هي خطه وضعت من نهايه الموسم الماضي، المدرب دونيس طبعا وضع خطه اعداد دقيقه جدا وطبقت اكاد اقول بنسبه 99% لم تكن 100%، من اول يوم عوده اللاعبين واجراءات الفحوصات، استعداد اولي في الرياض لمده اسبوع تقريبا، إجازة لمدة يومين، سفر معسكر، استعداد معسكر خارجي، فكلها كانت محسوبة بدقة حقيقة. المدرب برضو يعني يحسب الحقيقة أنه تكامل الجهاز الفني عندنا بحيث أنه يعني كان يخلق توازن في الإعداد، كان يعد الفريق إعداد تدريجي يعني احترافي، وبالتالي الحمد لله يعني وصلنا لأعلى درجات الانضباط، أعلى درجات القوة البدنية، اللياقة العالية. طبعا لا تتوقع نحن وصلنا لقمة اللياقة، لو نصل من الآن قمة اللياقة معناته نحن قريب حنبدأ الدرب يعني، وهذا طبعا هذا معروف في عالم التدريب أنه تأخذ الأمور تدريجية في المستوى اللياقي. لو مباراة في الرياض بيفرق الوضع شوي، ما أعتقد مع الأجواء يمكن الأجواء، لكن الاستعداد واحد يعني. طيب لما نتكلم عن استقطابات اللاعبين الأجانب، دائما نقول انه والله بما انه المدرب هو كان في المرحله السابقه الان في مرحله المعسكر ايضا هو من اختار الاسماء، صحيح؟ لا هو طبعا مدرب، وليست هذه سياسه النادي، اداره النادي انها تترك الخيار الكامل للمدرب، لكن اشركنا حقيقه خبراء فنيين في الاختيار، الكابتن نواف التمياط، الكابتن عبد اللطيف الغنام، الكابتن عبد اللطيف الحسيني، سمو الأمير فهد بن محمد، سمو الأمير نوف بن سعد، هذه كلها خبرات يعني وقامات رياضية مميزة، كلها اشتركت في اختيار المدرب. اختيار معلش، اختيار المركز أو اختيار اسم اللاعب؟ لا اختيار اللاعب. طبعا المدرب مع نهاية الموسم وضع خيارات الاحتياجات من اللاعب الأجانب من ضمنها محور وظهير. لا ما ابدا ما اشار المحور، هو بنهايه المعسكر قال انا احتاج لاعبين اجانب، واحد صانع لعب واحد راس حربه، فانا احتاج صانع لعب بمواصفات كذا 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 كذا، واحتاج راس حربه مهاجم راس حربه بمواصفات كذا وكذا كذا، ولم يحدد اسماء. لما بدات تطرح الاسماء اقترحوا اسم ألتون ألميدا كمقترح، اسم من ضمن 5 و6 و7 اسماء كانت تتداول، وتم المفاضلة بالجهاز الفني ورؤي ان هذا خيار جيد فتم التعاقد معه. طبعا احنا مبسوطين جدا من اداء اللاعبين بالذات الجدد بالاضافة لكواك وديقاو، لكن ما زلنا نأمل منهم الكثير يعني. احنا نقول انه اعطونا مؤشر جيد، قدموا اداء جيد في المباراة، لكن ليس هذا هو المطلوب، بالعكس المطلوب منهم اكثر بكثير، والمطلوب منهم الاستقرار على هالمستوى. شاهدنا لاعبين كثر يعني في فترات سابقه انه يقدم لك مباريات الثلاث الاربع مباريات الاولى مستوى مميز، وبعد ذلك يعني يصير عنده ضرب في المستوى، لكن الحمد لله احنا مأملين يعني امل كبير انه بالعكس مستوى الديقاو ادواردو والميدا انه يكون تصاعدي، وان تكون هذه هي المباريات اللي ان شاء الله بدايه التجانس يعني التجانس، بس كم مؤشر جدا ممتاز ومريح جدا لنا وللجهاز الفني. طيب اللهم لك الحمد. قبل لا ندخل في ملفين اخرين اللي هم الدوري، بس بسالك عن موضوع المهاجمين في الهلال الان. الميدا
ناصر الشمراني، ياسر القحطاني، يوسف السالم، يونس العنزي. الاسماء هذه يعني في تكدس، تحس انه يعني ممكن يكون مضر شويه للاسماء اللاعبين او للنادي، يعني ممكن تكون احيانا بعض التعاقدات افضل او انه تصريف بعض اللاعبين يكون افضل. والله طبعا شوف، ما كل ما يتم اختياره من العناصر تثبيت والاستغناء عن بعض اللاعبين يتم بالتشاور مع الجهاز الفني، والراي الاول واخير الجهاز الفني. فبالعكس انت لما يكون عندك خيارات في مستوى الميدا وناصر الشمراني ويوسف السالم وياسر القحطاني ويونس العليوي، بالعكس اعتقد هذه تسوي لك اضافه وتعطي خيارات مميزه للمدرب وتقوي عندك دكه البدلاء. فمعروف الدوري طويل، مشاركات متعدده، يعني يمكن عندنا انا اعتقد 6 أو 7 مشاركات لما نحسب. لا بس يمكن ما في توازن بين الاحتياط الهجومي والاحتياط في على مستوى الدفاع وعلى مستوى. لا انا اعتقد هناك توازن كبير، يعني المدرب ركز انه يكون دائما في اختيار ال 30 لاعب هو يختار طبعا في كل خانه العدد اللي يحتاجه في الموسم او اقل شيء في الفتره من هنا الفتره الشتويه. اذا احتاج انا مثلا 2-3 في الظهير اليمين، 2-3 في الظهير اليسار، القلوب عدد كذا، المحاور عدد كذا، في الطرف اليمين، الطرف اليسار، القلوب الهجوم، هذا اكيد محسوبه حساب دقيق جدا من المدرب. وبالعكس كل ما يكون عندك اضافه كل ما تكون تقويه جدا للفريق. جميل. الدوري البدايه غدا، كيف تشوف بدايه الهلال في الدوري؟ ايش طموح الهلال؟ ايش كيف راح يكون تركيز الهلال في الدوري؟ والله تعهدنا حقيقة كإدارة وكلاعبين وكجهاز فني إن إحنا ما نركز على شيء معين أو إن إحنا نتشتت في التركيز. إحنا نقول كل مباراة نلعبها نركز في المباراة بذاتها، وهذا اللي بدأنا تخطيط لحقيقة. كنا في بداية الموسم نقول إحنا خلاص المباراة المهمة عندنا وتركيزنا منصب على مباراة السوبر. خلصنا السوبر من ثاني يوم بعد الاحتفال بالكاس يوم يومين قلنا انسوا الكاس هذا الحين وانسوا مباراة السوبر ومباراة النصر ونبدأ الاستعداد لمباراة الوحدة. بعد ما ننهي مباراة الوحدة من ثاني يوم حيبدأ الاستعداد لمباراة الأخوية، وهكذا. يعني الاستعداد حقيقة لكل المشاركات، احنا عندنا فريق بطل، عندنا فريق قوي، عندنا 30 لاعب، عندنا مدرب مميز، عندنا جهاز إداري رائع، ما يمنع من تنافس على جميع البطولات، وعندك جهاز فني، عندنا حقيقة جهاز فني قادر أنه يتجاوز ضغوط المباريات بإشراك البدلاء. نعم، على الأقل الجهاز الفني أبو يزيد، يعني دونيس ما كان أنه يعني هو مدرب المرحلة القادمة للهلال، أنا أقصد الموسم هذا والبطولات القادمة، بقدرة قادر أصبح هو الطموح الهلالي أو القناعة الهلالية في هذا المدرب. وطبعا الاسم يفترض انه في عالم التدريب الاسم ما يعني كثير، يعني هو الاسم يكون مؤشر لك عشان تستقطب مدرب فقط، لكن حتى لو جبت مدرب مميز وما يؤدي اكيد انك في الاخير بتستغنى عنه، وهذا اللي حصل معنا كثير على مستوى المنتخب، على مستوى الفرق في الهلال، على مستوى الانديه الاخرى الشقيقه. فدائما ما يميز المدرب هو نجاحاته، فلما نجد ان المدرب شارك معنا في ثلث الموسم نقول وحقق نجاحات وقيمنا عمله تقييم دقيق ووجد انه مدرب ناجح ومدرب يعني عرف يقرا الفريق وتعرف على الفريق، عرف يقرا الاجواء السعوديه والفرق السعوديه، ويعني انا اعتبر انه نقل الهلال نقله كبيره من في المستوى وفي المراكز في البطولات، فمن الطبيعي جدا اجد اسيا ايش يعني الجمهور الهلالي له علاقة مع آسيا وطموح آسيا بكل تأكيد، كما هو طموح الإدارة وعشاق الهلال. أنا والله زي ما أشرت لك حقيقة، والله لم نكن ولا صار يوم من الأيام عندنا تركيز على بطولة بذاتها في الموسم. آسيا لا شك بطولة مهمة، الكل مو بالهلال، الكل الفرق على مستوى آسيا تصارع وتقاتل للحصول على بطولة آسيا، لكن ما هو هدفي الأساسي آسيا بحيث أني لو لم أحقق آسيا أعتبر نفسي أحبط أو أعتبر نفسي فريق ضعيف أو خسرت يعني المعركة كلها؟ لا بالعكس. طيب قبل لا أختم معك أبغى كلمة رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، تعب وقاتل بشكل كبير، حقق الهلال إنجازات، ولكن الجمهور كان قاسي عليه في المرحلة الأخيرة. أنا خليني أتوسع إن سمحت لي شوي، أتعدى سمو الأمير عبد الرحمن بن سعد وعم كثير من أعضاء الشرف، فأبدأ بالأمير عبد الرحمن بن سعد. حقيقة أنا أقول أنه يعني الأمير عبد الرحمن قدم الشيء الكثير من وقته وماله وجهده،
اللي بعيد عن النادي الحقيقة ما يحس بحجم المعاناة اللي يقدمها المسؤول الهلالي، يعني يبذل كثير من وقته ومن جهده، والضغوط تكون كبيرة على المسؤول، ما بالك حجم وقامة الأمير عبد الرحمن بن مساعد اللي قدم الشيء الكثير حقيقة للهلال الفترة السابقة. وإذا حصل له عتب من بعض الجماهير ففي قراءة بسيطة يعني إحصائية يعني تخلينا فعلا نقتنع أنه الأمير عبد الرحمن قدم عمل مميز، أنه زعلانين منه جماهير الهلال وهو قدم 7 بطولات للهلال. هذا ختام يعني. طيب خليني أكمل بس لو تسمح لي على السريع لو سمحت. أنا يعني الأمير عبد الرحمن أوفينا حقه ولا لم نوفي حقه، ولا لو يعني نتكلم من هنا وقت طويل ما نوفي حقه، لكن ودي أعرج على بقية أعضاء الشرف، سمو الأمير بندر بن محمد، سمو أصحاب السمو الأمراء الداعمين، أصحاب السمو الأمراء، أنا حقا ما ودي أتطرق لكثير من الأمراء، سمو الأمير محمد بن فيصل مشاركته معنا وحضوره في السوبر، كثير من أعضاء الشرف الداعمين أقدم لهم جزيل الشكر والتقدير، ويعذرني البقية لم أتطرق. إحنا اللي عذرنا يعني ما أعطيناك وقتك بأمانة في الحديث عن هذا، لكن ختام هذا البرنامج أنا استمتعت بأمانة بشكل كبير على حضورك الراقي والهادي، وشكرا لك، شكرا لحضور الكأس أيضا ضيفنا الآخر اليوم في الاستديو. أبد تحت أمركم بس مدة 10 دقائق. الله يعطيكم العافية. شكرا لك المهندس عبد الرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال. الله يعطيك العافية. شكرا لك أخوي صالح، والشكر موصول للقناة والمشاهدين الكرام. شكرا لكم متابعينا الكرام، هذه حلقتنا لهذا اليوم الثلاثاء، موعدنا بإذن الله 11 الأسبوع القادم يوم الثلاثاء بإذن الله. إلى اللقاء. والفوز تقرع في الملاعب، الطفولة للفن والإمتاع، رقصة وموهبة.